السلام على الزوج المواليد البنتين صاحب صاحب مطعم واد مارتين الموجودة على شاطئ مارتين وبهذا الشريعة اللي هو المناسبة وصلة هذا الاجتماع اللي عملنا تأسيس الجمهورية ندفعوا على هذا الشاطئ على السكان ديالو وعلى أصحاب المحلات ديالو ونزيدوا به القدام ويكون في المستوى اللي يحتاج لان الحمد لله دابا حنايا مرتين هي عندها واحد مدينة مرتين هي عندها واحد الصدى معروفة على 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 المستوى الوطني ولا العالم يقولوا يعني خارج الوطن هذا ولهذا حنايا دابا اسسنا هذه الجمعية اللي غادي باقي الجمعيات المعروفين شنو هو الدور ديالو دفاع عن مصالح هذا الحي ومن مصالح السكان ديالو والتجار ديالو وكل ما يوجد فيه احنا يا الحمد لله لا عندنا حتى ماشي هذا عمل ما هو شي سياسي ولا هذا عمل جمعوي محض هذا مش مفهوم نمشيو بهذا الحي للتقدم يعني يكون في المقدمه ونحافظوا عليه وهذا هو كنظن انا